أنا بشتغل بمركز للاجئين كطبيبة أسرة في مدينة غازي عنتاب. هلأ أنا كنت عايشة بحلب، جيت من حلب على تركيا. أنا من أول يوم دخلت فيه على تركيا اشتغلت بالطب، ما اشتغلت بشي تاني، بعيادات متنقلة. مرة نزلت فترة على الداخل السوري على مشفى جرابلس، اشتغلت فترة بمشافي باسطنبول. كان شغلي كطبيب ولكن بشكل غير نظامي. أكيد بشكل عام أنا ماني مرتاحة بشغلي أبدا، ما بعتقد إنه هذا هو طموحي كطبيب. طبعا صعوبة الشغل تحت الضغط النفسي، ضغط إنه ممكن الواحد ينصاب، ممكن إنه يحمل الإصابة لأهله، يعني ما عمل كتير فارق بالنسبة لضغط العمل، لأنه ضغط العمل في حتى قبل الكورونا هذا هو المشاكل اللي عاش العالم.